بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله مساءكم جميعا. بحب أرحب اليوم في كل مشاهدينا وكل أطبائنا اللي انضمونا عن طريق الزوم أو عن طريق رابط الفيسبوك. ويبينارنا اليوم هيكون عن نسمع حوار ونقاش ونتائج نخبة من أطبائنا في الوطن العربي الحبيب حتى يحكونا عن النتائج والتوصيات اللي توصلوا لها بعد ما استخدموا عدسة اللوسيدس بتقنية الإدوف على مرضى. فمعنا اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة سهير حمارنه، يعطيك العافية دكتورة. معنا الدكتور محمد علي من دولة الإمارات العربية المتحدة دبي. يسعد لي مساك دكتورنا محمد. الصوت بجوز عندك مش سامعينه دكتور. أحسن. دكتور ديار. معنا الدكتور ديار إبراهيم من جمهورية العراق. يسعد مساك دكتورنا. مساء النور دكتور دلال. الله يعطيكم العافية. زي ما حكيت بدنا نسمع نتائج الأطباء والفيدباك ونشوف البرزنتيشن اللي حطروا لنا إياه بخصوص عدسة اللوسيدس على المرضى. بعد هيك راح نفتح الباب لأي سؤال أو أي استفسار بيجينا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الشات أو عن طريق الواتساب. هذا مختصر صغير، بس قبل هيك أنا بدي أحكي نبذة صغيرة عن شركتنا. شركة SAV-IOL سويس أدفانس فيجن هي شركة سويسرية توجد في جزء توجد هي والمصنع على بحيرة تسمى نيوشاتل في سويسرا في الجزء الفرنسي من سويسرا. شركتنا بدأت نشاطها التجاري في عام 2015-2016، صارت متواجدة حاليا تقريبا في أكثر من 40 دولة حول العالم. شركتنا بتعنى بمجال البحث والتطوير في مجال البصريات. بتشتغل حاليا شركتنا في مجال أكثر شيء في العدسات الIOL، العدسات اللي بتزرع داخل العين، وكمان بتشتغل على بروجكت ثاني اللي هو العدسة الإلكترونية ريتاسك. زي ما حكيت عندنا ثلاث أصناف موجودة في السوق عندنا حاليا اللي هي الإيدن واللوسيدس والهارموني. هذول العدسات IOL كل عدسة لها ميزة حتى تعطي أعلى نتائج للطبيب والمريض على حد سواء. فعندنا عدسة الإيدن مثلا تجمع تقنيتين مع بعض، تجمع طريقة الدفراكتيف أو السطح الانكساري مع تقنية الإدوف الإكستندد ديبس أوف فوكس. وعندنا اللوسيدس اللي احنا هنركز عليها اليوم في محاضرتنا واللي لقت رواج كبير حول العالم، بتجمع تقنية الريفراكتيف أو السطح الانعكاسي مع تقنية الإدوف. آخر شيء عندنا عدسة الهارموني، هي عدسة كاستمايز يتم تصميمها بناء على حاجة المريض وبناء على متطلبات المريض واللايف ستايل تاع المريض. فمثلا إذا المريض بيحتاج اللايف ستايل تبعه أو متطلبات حياته يركز على الأشياء البعيدة، يتم تصميم له قوة بصرية على هذا المبدأ. وإن كان بيركز على أشياء صغيرة أو أشياء قريبة يتم تصميمها على حسب هذا المبدأ. هدول هم ملخص بالنسبة للأصناف الموجودة لنا بالأسواق إن كان لوسيدس أو إيدن أو هارد. زي ما حكيت إحنا بدأنا نشاطنا في عام 2016. شركة SAV-IOL بدأت تتوسع وبدأت تغطي 40 دولة حول العالم. بدأت تقريبا تواجد في 40 دولة حول العالم، من كسواء تواجد تجاري أو سواء تواجد تحت التسجيل. أنا اللي بهمني حاليا في منطقتي هي المنطقة العربية. بدأنا في المنطقة العربية في 2017 في المملكة الأردنية الهاشمية بدأنا فيها، ثم بعد ذلك بدأنا نتوسع من دولة لدولة، السعودية، دولة الإمارات، العراق، الشام ومصر وشمال أفريقيا والمغرب العربي. وإن شاء الله بقية يعني الفترة القادمة راح نغطي كل معظم منطقتنا العربية إن شاء الله. هاي هيك ملخص صغير أو نبذة صغيرة عن شركتنا، شركة SAV-IOL. نرجع لمحاضرتنا ونرجع لأطبائنا. قبل ما نروح لأطباء أنا حابب أعطي مقدمة صغيرة عن كل طبيب وهيك ملخص صغير عن مسيرته المهنية. طبعا مهما حكينا مع كل طبيب ومهما لخصنا ما يعني مسيرتهم المهنية لا تعد ولا تحصى. فمعانا أول شيء معانا الدكتورة سهير حمارنه من المملكة الأردنية الهاشمية. هي طبيبة واستشارية طب وجراحة العيون، هي حاصلة على البورد الأردني في طب وجراحة العيون عام 2000، هي حاصلة على الزمالة الأمريكية من جامعة أريزونا في جراحة القرنية والغرفة الأمامية والسائل. كمان دكتورة سهير حاصلة على زمالة المجلس العالمي في طب وجراحة العيون، وهي حاصلة على زمالة من الهند في إزالة الساد وزراعة العدسات. دكتورة سهير عمدة رئيسة قسم طب وجراحة العيون في مستشفى الأمير حمزة لسنوات عديدة، وأنا شخصيا بعرف الدكتورة سهير من فترة، يعني هي إنسانة قبل أن تكون طبيبة. ويعطيك ألف عافية دكتورتنا.
شكرا لك على هالتقدمة هذه اللطيفة. العفو. معنا كمان دكتور محمد علي، هو من دولة الإمارات العربية المتحدة دبي، هو طبيب واستشاري في طب وجراحة العيون، هو يعمل حاليا المدير الطبي للمستشفى المغربي للعيون في دبي، هو حاصل على الزمالة الملكية للجراحين في طب وجراحة العيون في عام 1998، كمان الدكتور حاصل على الزمالة في المجلس العالمي في طب وجراحة العيون في عام 2014، هو طبيب متخصص في كافة العمليات المعقدة خاصة في عمليات الكاتراك والجلوكوما، ودائما برجعوا له باستشاراتهم في إن كان في دبي أو إن كان في الشرق الأوسط. دكتورنا هو أول من أدخل عملية الأكسن جلوكوما من الشام للشرق الأوسط، ودكتور محمد كمان هو أول من أدخل الفينتوفيكو لدبي. دكتور محمد عمل أكثر من 15 ألف عملية فيكو أو كاتارات أو إزالة الساد، وأكثر من 3000 عملية جلوكوما. بسم الله ما شاء الله، يعطيك العافية دكتور محمد. الله يسلمك. الله يخليك. يعني بتكفيه مصر. مسك الختام معنا دكتور ديار إبراهيم من جمهورية العراق، هو طبيب واستشاري طب وجراحة العيون، هو تخرج من جامعة تشرين عام 2009، أكمل دراساته العليا واختصاصاته العليا من مستشفى تشرين في التعليم والاختصاص، حصل على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز عام 2013، دكتور مارس خبرته الواسعة في جراحة العيون وأمراض الشبكية وجراحة الساد وكثير من التخصصات في طب وجراحة العيون والليزر منذ تخرجه لحتى الآن. دكتور ديار يعمل حاليا في مركز طبي في أربيل في إقليم كردستان، في مركز طبي في أربيل في إقليم كردستان شمال العراق. دكتورنا هو عضو في كثير من الجمعيات والنقابات الطبية والوطنية والدولية التي تعنى في طب وجراحة العيون والساد والليزر. يعطيك العافية دكتور ديار، وشكرا على تواجدك معنا. يعطيك ألف عافية، شكرا لكلماتك الحلوة. الله يخليكم. الله يخليكم. زي ما حكينا هنسمع هلا دكتورة سهير، بعدين دكتور محمد إن شاء الله، وأخيرا دكتور ديار. راح نفتح الباب بعد ما نخلص البرزنتيشن لأي سؤال أو أي استفسار بيجينا عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الشات على زوم. فهلا أنا بنقل المايك للدكتورة سهير، هي هتمسك، وجود لك دكتورتنا موفقة. شكرا شكرا. العفو. هلا بدي احكي عن اللوسيدس، هي لينز انشورز فور كاتاراكت بيشنت اند اكستندد فيجن تو اول ديستانسز. هاي تعريف عدسات اللوسيدس. الكونتنت شو بدنا نحكي اليوم؟ بدنا نحكي عن الانترودكشن اند اي او ال ديفلوبمنت الايدوف تكنولوجي، عن البينيفيت اوف ايدوف اللي هي سافيول، شركه سافيول، اللوسيدس ايدوف IOL واللوسيدس against the competitor وclinical study results والfeedback والconclusion. هلا احنا بنعرف الكل بيعرف العين الطبيعية الـ optimal accommodation range، انه الـ eye can focus to any distance within the accommodation range، يعني من 28 سنتيمتر to infinity الإنسان الطبيعي. هلا الانسان مع العمر طبعا بصير عنده نير فيجن بليري، وممكن كمان يكون عنده كاتاراكت. فنتيجه الكاتاراكت الانتنسيتي اوف ذا لايت عندنا بنعرف طبعا ديكريز وبريسبيو، فطبعا بصير عندنا جاب اوف فيجن. هلا تطور هاي العدسات تطورت من سنه 1970، كانت مونوفوكال لينسز وهي كانت تخدم المريض فقط فور فار فيجن. تطورت لسنة 2000 صار عندي مالتي فوكال لينسز. المالتي فوكال لينسز كانت تخدمنا للفار والنير فيجن، لكن كان منها شكاوى كتير من المرضى انه بيشكوا بليري فيجن جلير سبيشالي ات نايت. سنة 2010 صار تطور في التكنولوجيا اعلى، اللي هي حتى ظهرت عندنا هذول العدسات البريميوم مثل عدسة الإيدوف لينسز اللي كانت تخدم for far, near, intermediate vision and pseudo
and pseudo accommodation, real side effect reduced. ايش يعني كل عدسه كيف كانت تخدمنا بهذا الشكل المونوفوكال اي او ال؟ كان كل ما كان الكلير فيجن الا فقط على الدستنس فيجن، عندي جاب فور نير وانترميديت فيجن. المالتي فوكال بتكون بتبين لي انه كان المريض يستطيع انه يشوف الفار فيجن والانترميديت والنير فيجن، لكن between these distances عندي جاب بهذا الشكل، عندي جاب فيجن للمونوفوكال لينز، انه المريض بيستطيع يرى هذه المسافه اللي بيحتاج كوركشن. والمالتي فوكال لينزز كان عندي جاب في الفيجن، انه المريض بشوف في جاب ما بين الانترميديت والفار ديستانس، وفي جاب بين النير والانترميديت. اجت عدسات الايدوف اللي هي ريديوس كل الجاب اوف فيجن بين الانترميديت والديستانس والنير والانترميديت فيجن، اي انه المريض بيشعر في كونتينيوس اوف فيجن على اول ديستانس. طبعا هاي كيف البرنسبل يعني العدسه بتشتغل المونوفوكال، بكون عندي الفوكال بوينت فقط في الفار للفار فيجن، بكون عندي الفوكس، والمالتي فوكال اللي هي بتعطينا للأربعين يعني للنير فيجن والفار فيجن. هلا التكنولوجي لعدسه اللوسيدس، طبعا هاي السافيول اللي هي كيف من ايش مصنوعه، هي معموله ما بين الديفراكتيف اند نون ديفراكتيف، بتعطينا سودو نون ديفراكتيف بين بهذا الشكل. يعني الديفراكتيف بين بعطينا فوكال بوينت 1 فوكال بوينت، يعني اهميه عدسه الايدوف اللي هي بتعطينا سودو نون ديفراكتيف بين اي elongated focal point، اي continuous intensity over longer distance between، كل الدستانس بتكون the same vision. هذه التكنولوجي يعني الجاب، يعني هاي عبارة عن elongated focal point، وهاي الفار point intermediate والnear والdistance vision. هون طبعا ببين لنا كيف شكلها العدسة. العدسة هي عبارة عن refractive surface، وفوق هاي refractive surface في عندي 1 millimeter من الأسفريك surface. هذا الأسفريك surface اللي بيخدمنا في النير والانترميديت فيجن، اللي بيعطينا خاصية pseudo accommodation. فبيصير بهذا الشكل incidence of wave front بصير transmitted و intermediate وبعدين interference of the light، وبهذا الشكل بصير عندي elongated، عندي elongated focal point. ال benefit of pseudo non diffractive يعني شو بتفيدنا هذا، كل هذا الحكي انه بفيدنا انه بعطينا continuous vision from near to intermediate to far vision. Allow patient to perceive a full accommodation from near to distance vision without noticeable any drop. Constant quality of vision along the EDOF. هل Lucidis EDOF IOL؟ هاي هي العدسة Lucidis، هي affordable EDOF IOL optimized for distance vision اللي بتعطينا by refractive design و benefit of monofocal IOL. وهي benefit of EDOF، يعني benefit للmonofocal للfar vision and benefit for intermediate and near vision. هذا شكل العدسة. هون عندي هذا عبارة عن refractive اللي بتشكل 6 مليمتر مساحة من فوق all distance، وهاي عبارة عن refractive surface اللي بتخدمني for far vision. اما عندي اللي 1 مليمتر اللي هي عباره عن اسفريك سيرفيس اللي بتخدمنا للنير اند انترميديت فيجن. طبعا
طبعا بدي احكي ملاحظه انه هون البيوبل سايز اتس فيري امبورتنت يكون نوت ليس ذان 2 مليمتر اند نوت مور ذان 5 مليمتر ولا بتفقد خاصيه هذا خاصيه العدسه اللي اللوسيدس. هلا طبعا عدسه اللوسيدس ضد اجيز اني يعني الكومبيتيتورز اللي مثل بان اوبتكس الالكون اللي هي عباره هذول كلهم عباره عن ديفراكتيف الزياس الفيزيول الديفراكتيف سيرفيس هذول اشكالهم لها سواء عدسه الفيزيول الزياس الالكون الرينر. اللوسيدس مع الديفراكتيف لينسز هلا السافيول لو اخذنا التكنولوجي هي انستنت فوكس بيتنت اكستندد ديبث اوف فوكس، لكن التراي فوكل والمالتي فوكل هي عباره عن ديفراكتيف سيرفيس. هاي الاختلاف في السيرفيس اوف ذا اي او ال. برين اكوموديشن المريض لما نحط له العدسه بسرعه هو كونفينينس ما بيشكي من اي شكوى، يعني بسرعه هو بيستطيع يشوف البعيد القريب بدون اي دروب اوف فيجن. هون المريض نيد تايم تو بي يعني بكون انكونفينينس حتى يتعود، بحتاج تو ادابت يعني بحتاج لوقت تو ادابت لهي العدسه. عكس مين؟ عكس اللوسيدس بالمريض ما بحتاج لسرعه ادابت لهي العدسه. طبعا الجلير هالوس ديس فوتوبسيا او جوست باللوسيدس ما بلاحظها المريض، عاده هاي بريزنت عند المالتي فوكال لينس. لايت انرجي لوس فيري لو انرجي لوس وذ هاي ايمج كواليتي، يعني ما المالتي فوكال هاي انرجي ولكن لوس وذ لو ايمج كواليتي، الايمج كواليتي بتكون ليس ذان اللوسيدس. The price affordable at the high price. طبعا هاي الاشكال الفيجر from studies اللي اخذوها ال quantity and quality للايمج بسواء للنير او الديستانس او الانترميديت او الانترميديت. هاي عدسه الزياس، هون عدسه الفيزيول، هون اذا لاحظنا كمان عدسات السيمفوني التراي فوكال. هاي شكل الايمج على اول ديستانس. هلا ايش الفيتوبتيك فينومينا اللي شوف المريض بالليل من هاي العدسات الالكون الجلير او الهالوز، في عدسة الألكون في عدسة سواء الستور اللي ثلاثة أو اثنين ونص، في الزياس في البان أوبتكس في الفيزيول عكس اللوسيدس. إذا طلعنا من النير إلى الديستانس الكلاريتي أوف فيجن ذا سيم، ما بيكون عندي أي دروب، عكس طبعا المونوفوكال اللي هي بتعطيني عندي فقط الفار فيجن اللي بيكون عندي دروب أوف فيجن all in near والintermediate distance. patient شو البيشنت اللي لازم نختاره؟ أهم شيء طبعاً الrecommendation إنه يكون البيشنت كتراكت، طبعاً يكون الاستجماتيزم one or less. avoid الdysfunction حكينا عنها إنه avoid the dysfunctional micropupil ما يكون less than 2 millimeter لأنه إحنا we will lose the far vision. بتبطل تخدمنا للفار فيجن. بعدين طبعا افويد البيشنت اللي عنده كورنيا او ريتينال ديسوردر. كلينيكال ستادي ايش احنا هاي هلا هون احنا على اشتغلنا على ديموغرافيك اند كلينيكال داتا وكم عين وكم مريض. كان عندنا 30 ميل و 77 مريض و 49 77 عين سوري و 49 بيشنت. في كان ميل 30 وفي ميل 19، العمر كان بين 68 لس وكان في عندنا بال 70 يعني او 72 مريض. بعدين في بوت اي والون 53 ون اي و 24 بوت ايز. الافرج اي او ال باور من 20.5 ليس اند ماينس، والجريد كاتراكت نوكليير كاتراكت
من الثانو يعني 1 و 2 3 يعني ديفرنت ثانو نوكليير كاتراك. سيرجيكال بلانينج طبعا اهم شيء بدنا نعمل للمريض الماستر اي او ال، واهم شيء يكون على 700 بفورمولات الاس ار كي تي وهينز ويونيفرسال 2 وباريت فورمولا، كلهم هذول يوز عندنا تو ديتيرمين الاي او ال باور. ايضا نستعمل كمان احنا وي اولسو يوز الفيرجن ايمج جايدد سيستم اي او ال كالكوليشن فور باور وكبسولار اكسس جايد، وطبعا حتى نحدد الستيبس اكسس عشان نعرف وين الانسجن ديترم. بيشنت الكانديديت طبعا كل الاول بيشنت هاف كاتاراكت، وبنستطيع ان نزرعهم لمرضى بين 21 تو 77 years. طبعا نون كانديديت المريض اذا كورنيال استجماتيزم مور ذان 1 في حالات احنا بنحتاج الطريق اي او ال. Cornea gota, the intraocular pressure more than 22, the angle kappa more than 1.5 millimeter, and alpha more than 0.8 millimeter, and of course, ocular comorbidity is the corneal or retinal disorder. Surgery method, as we all know, like the procedure of FACO, and FACO multiplication, of course, 2.75 millimeter incision not more was made in the على clear cornea. The position of the incision طبعا decided على the steepest axis to minimize the astigmatism. Curvy liner capsular excess and hydrodissection were performed. وبعدين بنحط the affordable Lucidis IOL was implanted ضروري جدا in the capsular bag. Follow up زي ما بنعرف follow up زي أي مريض تاني عندنا first day post op بعدين على one week على بعد شهر and three months. هلا الداتا collected retrospectively for the study and you included the last preoperative visual acuity corrected and uncorrected for near intermediate and distance vision. هلا الريزلت هاي للمريض في شو الريزلت تاعتنا وشو الفيدباك. الريزلت our parameters for pre post operative visual acuity in photopic condition. بعدين الـ uncorrected visual acuity for near intermediate and far vision. الـ best corrected visual acuity for near and far vision. highly result and feedback أعطانا إنه في pre-operative دول كان عندنا الـ pre-operative وهاي الـ post-operative كانت النتائج كثير كانت كثير ممتازة. هذول بعض من المرضى اللي عملنا لهم. Conclusion. Lucidis IOL is effective for the management of age-related cataract and demonstrate good safety profile. With Lucidis IOL, all my patients see with full visual accommodation from near to far vision without glasses. No dysphotopsia, ولا مريض إجا شكالي يعني really يعني ولا مريض إجا شكالي من glare أو halos أو ghost like any monofocal or multifocal lens. Lucidis is a smart lens which can tolerate with any condition such a low light condition, high angle alpha and high angle kappa. Thank you, thank you, thank you SAV-IOL for providing to our patients a new vision with Lucidis. Shukran alaikum jamian. شكرا دكتورة، شكرا دكتورة سهير، شكرا على المحاضرة، يعطيك ألف عافية. أتوقع يعطيك ألف عافية، شكرا شكرا. هلا بنقل المايك للدكتور محمد علي، هو بيقدر يعمل سكرين وبيقدر هو يقود المايك. تفضل دكتور محمد. I will check my presentation first. Okay.
Okay, you can see my presentation right now. مش كده شايفين ال presentation صح؟ طبعا احنا عارفين ال IOL is very important for the both refractive and for the cataract patients. If we want to do refractive patient, we have to put IOL. If we want to do the cataract patient, we have to do IOL. The extended depth of focus is a new technology and it's aiming at treating the presbyopia. It creates an elongated focal point and it aims at reducing the photopic phenomena like glare and halos and starburst. Trials for the presbyopia, we have the multifocal IOL, the EDOF, and the accommodative intraocular lenses. So the principle of the EDOF is to create a single elongated focal point to enhance the depth of focus, just to increase the depth of focus from ideally from near to far, but most of the EDOF, actually the pure EDOF that we have right now, is from intermediate to distance. It aims at eliminating the overlap of the pictures, which produces the photopic phenomena that we see, that the halos and sometimes the double image that the patients sometimes suffer. It ideally, as I said, should enhance the near vision, but actually the most of the EDOF, the pure EDOF that we've seen at the like the IHANS, the old symphony is just aiming at the intermediate and not the near vision. So, but of course the EDOF has, like any other multifocal IOL, has its drawbacks. It for sure decreases the visual quality, not like the multifocal, but some patients especially, and they can see in the dim light, the vision for near, especially for near, it would be less than for distance. Maybe this is due to the pupil diameter, or maybe due to the distribution of the wave light through the distances. If the aberration is too large, like the astigmatism, the high order aberration, if it's just like 0.7 or more than 0.3, actually I don't like to put it for patients than more than 0.3 in the high order aberration. So if the aberration is high, actually you should reconsider putting any multifocal or EDOF. So the pure EDOF, as we said, provide excellent intermediate but inadequate near vision. This diagram clarify how the contrast sensitivity is decreased or different from the monofocal to the EDOF or to the multifocal. How to choose the patient? The patient has to be normal, except for the cataract. He has to have normal tear film. He has to have normal cornea. He has to have normal retina. The patient profession should be considered. Is this patient driving at night lots? If he is an artist or architect whose contrast sensitivity is very important to him. So this one we should consider for the patient. Patient's personality is also an important issue. Patient who's very picky, or the patient who is, he wants the perfection, we call it perfectionist, the perfect, he wants everything is perfect. This patient, we cannot offer him rather than the monofocal, because he, whatever we give him, he will complain. So this is much less with the Lucidis that we that I experienced. Now, my counseling with the Lucidis is much less, but for even though you have to explain to the patient, like patient who wants to read the you know, this paper in the drug prescription, the small font one, of course he cannot see this except with a very high light, but we have to explain to this to the patient that he will get rid of most of the glasses in like 98% of the case of his conditions, but still he may need for a very small font to use the near glasses. So just to explain how to differentiate between the EDOF and the other, we have to know that we have two main categories, the pure EDOF IOLs
and the hybrid, we call it the hybrid multifocal EDOF IOL, because this is much different. If you want to see a patient and want to just plan his surgery, and he wants him to be satisfied, we have to differentiate between the pure EDOF IOL and the hybrid multifocal IOL. The pure EDOF IOL, just like which depends on the sphericity of the anterior surface of the IOL, it, making the central part more steeper than the periphery, sphericity, or which depends on the pinhole effect, like the IC8. This is pure EDOF. While the hybrid, we have the hybrid multifocal and the hybrid multifocal diffractive and refractive, and the other one is the diffractive and refractive, and these are the types of the lens, and we can see that our you see this is in the category of the hybrid multifocal refractive IOL. The pure EDOF employs this very, as we said, employs this spherical aberration-based optics or the pinhole effect. Just like here, the regular monofocal IOL has only one focus. If we increase the distance, the central part here in the middle of the lens, we can see two focus now, near and far. But if we make them, if they make this curvature slightly gradual, we can have an extended depth of focus, extended focus, and this is the principle of the IOL. This is how the light distribution from the typical EDOF, how the central part will be giving us a near, and this red light will be nearer, and how the peripheral part will give us a positive position, and the intermediate part will be covered by both of them. And this is this IC8, which depends on the pinhole effect. It's just like the old camera. If old people like me, you know, the old cameras, they didn't have any focus, any zoom or autofocus or something like that. They just had only one pinhole, and this made all the pictures clear. So the hybrid, on the other hand, as we said, there are the diffractive EDOF, which has and refractive EDOF and diffractive refractive EDOF. The diffractive, the hybrid diffractive EDOF is just like the multifocal, the trifocals, with an advanced anterior surface asphericity, like the symphony. The refractive, which has part of the lens for near and part of the lens for the distance, like the lentis, or have the central part of the lens for near and the distant part for the distance, just like you see this. The central part, as we said, it will be a spherical instant, and the refractive element will be in the peripheries. And the hybrid will just adjust both of them, having anterior aspheric surface, middle refractive surface, and the intermediate diffractive, which is Echelet's effect. This is just like this is a video will describe the aspheric part and the diffractive surface and refractive outer surface. This is a typical surgery. I just want to put this one to show how easy to implant the lens. So this is, I just made it as fast as possible. This is a regular surgery. I prefer actually for this lens to do the femtofaco, because it will give us a proper capsulorhexis size. It will give us a good centration for the capsulorhexis. Doing this will ensure the proper effective lens position and the proper centration of the lens, which is very important in either the EDOF or the multifocals IOL, or any aspheric or premium actually IOL. So femtofaco is much preferable if it's available. Otherwise, like Dr. Suhair said, we can depend on the variant technology to make the centration of the capsulorhexis and the size of the capsulorhexis. Polishing
the capsule. It's very important. We need a very clear media to get benefit of the capsule, of the lens. So polishing, like here, I'm using what we call Nightingale capsule polisher. It's very extremely important. Putting the lens, we put viscoelastic on the ridges of the lens, putting the lens so that the lens will be under the ridges of the lens, of the injector. Be sure that nothing will be entangled when we flip, when we close the injector cartilage. This incision is 2.2. 2.2 is very much enough to inject the lens using the wound assisted injection. So just by just putting the eye against the injector, this is much, very much enough to inject the lens inside the eye without the need of increasing the wound size and without the need to initiate more astigmatism in the lens. The lens is very friendly to the capsule. It's very malleable. Although it's photopic, it's photo, it's hydrophilic lens. Yeah, still I used it for like 5 months now and I didn't see any PCO so far. Maybe in the future, but so far I didn't see any PCO. Maybe from the design, maybe design of the edges of the lens. But still, we have to polish the anterior and posterior capsule to prevent any further opacification of the capsule. But it, if it happens, we can do a capsulotomy for sure. The other thing that I faced in the first few cases that the first few days I had myopia because of the accumulation of the fluid behind the lens, between the lens and the capsule. So, or maybe the viscoelastic. So now I am just removing the viscoelastic from the capsule for every patient. This will increase the best vision from the first day. Still, we have, as I told you, to polish the capsule properly. Here, I just want to see some part here that the lens has layers. If you can see the red reflex here now, like here, the lens has layers, has areas. And this areas is very much clear when we have the red reflex properly, red reflex. You can see the central part, the rings around it. It's very impressive. It's unlike the EDOF, the old EDOF. This is actually can be compared to the multifocal. This is one of the focus curve that I did for one of the patients. The focus curve, we can do it to any patient, just correct the patient for distance and start for on the chart, putting minus 0.5, minus 1, minus 1.5, minus 2, and so on, and then see how much the patient can see. As you can see here, the patients can see from, even if we put minus 3.5, he can still see 20/20. Minus 3, he can see 20/20. 2.5, 20.9 is 20/25. And so on, and for distance, you can see 20/20 as well. So it gives us a very steady vision for distance and near. The other patient has about the same, very steady, near to far visual acuity. It was very impressive actually to me. And this is a series of 44 patients. Most of the patient, except for 17%, so 83% had visual acuity 0.8 or 0.7 or better. And most of the patients had G3 or better. Only 10% has G4. Yes, thank you. So it's very impressive, and we should compare this lens to the multifocal, not to EDOF for sure. So in conclusion, EDOF technology is a very promising solution for a patient speaking who is seeking less dependency on the spectacles. A variety of EDOF can be available, and we can choose from the EDOF, the patient who needs a very small letters, and we can give him the trifocus, but we can actually depend on the EDOF for the multifocality. You see this, while considered as EDOF,
it offers a very good near vision to most of the patients. Photopic phenomena and glare and halos are much less than with multifocal IOLs. Actually, in multifocals, if I ask the patient, did you see glare and halos? Yes, I see glare and halos. But for the multifocal, you see this, most of the patients didn't notice it, except maybe one or two patients that noticed, and they said it didn't mean any difference in either night driving or in the work as a computer or so on. I think in the future, this technology will reduce the multifocal IOL. And in my practice, actually, it took lots of the multifocal IOL that I used to input. It took lots of share of the multifocals. And if all the other companies are complaining now that we are not using their lenses just like we used to use them, and even the monofocal, because it's not that expensive. Even the monofocals, the patient who are for monofocal, we put this lens and they enjoy a more benefit rather than having to have reading glasses. But still, we have to have clear, full, and complete examination for the patients. We have to have a patient who has normal tear film, normal cornea, normal retina. This is a very mandatory. We have to explain the patients, especially the patients who have this kind of work that requires special contrast sensitivity ability. We have to explain to them. Lastly, that you see this, as I told you, should be considered to multifocal IOL, not as a pure EDOF if we want to see you. And thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. I will just remove my screen share. دكتور محمد يعطيك ألف عافية وشكرا على هاي المحاضرة وشكرا على البرزنتيشن وعلى المعلومات وعلى الريكومنديشن يعني شكرا لك يعني التقيت فيك بشهر 12 وكان شرف لي يعني التقينا يعني كان من أجمل اللقاءات اللي التقينا مع بعض Thank you so much. شكرا شكرا دكتور محمد يعطيك العافية نرجع لك إن شاء الله بالأسئلة بنروح حاليا هلا للدكتور ديار إبراهيم مسك الختام معانا دكتور ديار تفضل حبيبي لك المايك مساء الخير جميعا يعطيكم العافية صوتي مسموع بس أعمل شير سكرين سكرين طالع عندكم؟ تفضل طيب انا مساء الخير اولا يعطيكم العافيه شكرا لحضرتكم دكتور طلال والدكتوره سهير والدكتور محمد كثير افكار حلوه وشغلات حلوه علمونا عليها بس انا بدي احكي عن حالات اشتغلتها هي بعض الحالات اللي في عليها خلاف دائما هي انا اشتغلت عدسات التوريك اللي هي اللوسيدس ايدوف التوريك ففي ثلاث حالات انا عملت لها تسجيل وبياناتها كلها موجوده باخر ثلاث شهور حبيت اعرضها مع حضرتكم تشاركوني فيها الحاله الاولى هي لشاب عمره 30 سنه كان عنده ضعف بالرؤيه بالعين اليمين من فتره بعد ما اجى راجعني شفت انه عنده كاتاركت طبعا شفت بالاوتو وشفت كمان بالكيراتو انه عنده استجماتيزم ماينس 3 فحكيت مع المريض طبعا المريض هو شاب ويقول انا ما بدي البس نظاره بده ابدا ما قدر الامكان يستغني عن النظاره الفحص كان عين اليسار كانت طبيعيه تماما عين اليمين كان بالكوركشن اللي انا بحط له اياه بصير 0.3 الموجود الكاتركت اللي عنده بعد ما عملت انا توسيع للحدقه انه في عنده سبلوكسيت او الزونيورز عنده بالجهه التيمبورال انه غير طبيعيه طبعا مفسر بموضوع التروما اللي صاير عنده اذا بنلاحظ هي صوره عين المريض بهي المنطقه كانت بهالشكل فانا كان في ببالي هو بلان انه انا محضر له عدسه المونوفوكال
وشرحت للمريض كل هي الأمور. بعد ما كملت الفحوصات فأنا كان البلان إني حط له كابسولر تنشن رينج وجهزت له عدسة اللوسيدس التوريك، إنه رح حط له أنا عدسة التوريك إذا شفت العين بتسمح أثناء العملية إني حطيت الكابسولر تنشن رينج والأمور ماشية حسب البلان. إذا شفت لا الأمور مو ماشية فأنا رح أمشي على عدسة المونوفوكال بدون ما أعمل كومبليكيشنات زيادة عند المريض. عملنا الـ IOL ماستر، عملنا الكالكوليشن التوريك سافيول توريك كالكوليشن على الكالكوليتر الأونلاين عملناه، فكان هذا الكالكوليشن اللي أعطانا هو القياس plus 90.5 and السلندر باور 3.75. هذا فيديو العملية حاولت أعمله سريع قدر الإمكان. فأنا عملت المين انسيجن تيمبورال لحتى أكون ماشي مع الأستيغماتيزم اللي عند المريض، بيعطيني نتائج أحلى. بشكل روتيني عملت الكابسولار إكسس. أنا أثناء الكابسولاريكسز لاحظت الباك ستيبل، يعني ما كان عم يعمل لي أي إزعاج كبير. كنت بالبداية كتير حذر أنه الكابسول يكون سيء، الزنيولز ما يساعدني أني أشتغل حسب البلان. بعدين شفت أنه أثناء الكابسولاريكسز أنه it's good، الزنيولز good والباك ستيبل. بعدين هايدرو ديسكشن، طبعا هو كان سوفت كاتاركت، ما كان الكاتاركت عنده كتير. IA تركت شوية كورتكس عند المريض وبدي أحاول أأمن الكابسول الباك عند المريض، فجبت الكابسول أرتينشن رينج وحطيتها بالباك. الباك صار عندي نظامي جدا بدون اي مشاكل. مكان اللوكسيت اللي صاير هون بالزونيولز اختفى تماما، وانا حطيت الكابسولار تنشن رينج بشكل انه يعمل البوش على الباك. حطيت اللينز بشكل روتيني لانه ما شفت اي مانع اني احط اللينز عند المريض اللي هي التوريك اللي نحن حاطينها. بس كان في عندي صعوبة واحدة أنا لاحظتها، هي الروتيشن بالعدسة، لأنه الكابسولر تنشن رينج كانت موجودة وأنا حطيت العدسة فوقها، فكان في صعوبة أني أعمل روتيت للعدسة وهي عدسة توريك، فبدي العدسة تكون على أكسس معين. هي أخذت معي شوية وقت، كنت حذر جدا أنه الباك ما يصير في أي رابشر، فأخذت معي وقت عذبتني شوي. باقي الأمور كلها كانت ماشية بشكل طبيعي والأمور كانت جيدة. للأسف أنا شفت المريض بعدها بيومين، وبعدين سافر المريض، هو كان من مكان تاني من مدينة تانية. طبعا هو عم يتابع عند زميل بهداك المكان، أموره ممتازة بس ما قدرت أحصل فحوصاته. هو جدا مبسوط ومرتاح من عينه حاليا، وأنا منتظر أنه يجيني لحتى أفحصه. كل الأمور ستيبل كانت عنده ومريحة، وحسب البلان كانت ماشية. هاي العدسة اللي زرعناها اللوتسيدس ام تي. الحالة الثانية كانت لشاب عمره 45 سنة، اجى لعندي بكاتركت، كان دايجنوست بيفور ان يو كي، وهو جاي على اربيل لحتى نسوي العملية. هو عنده بالهيستوري انه عامل بي ار كي من حوالي 15 سنة، وهو حسب اللي بيحكي انه نفس العين هي امبليوبيك اي. طبعا عنده حاله ريتينال ديتاتشمنت سابقا، حاطين له سيليكون باند، بعد سنتين صار اكسبوجر للسيليكون باند فشالوا السيليكون باند عنده لانه كانت عم تزعج المريض، بس الريتينا كانت فيري جود يعني.
هي كانت الفحوصات اللي قبل الأوتوريف اللي كنت عامله للمريض. عين اليسار with glasses كانت very good. عين اليمين 0.1 not corrected. كان عنده كاتاركت. المريض طبعا اذا شفنا عفوا الاستيغماتيزم اللي عنده ماينس 7 تقريبا فهو استيغماتيزم عالي جدا, فهي امبليوبيك اي, والمريض كان بده قدر الامكان بنفس حاله هذا المريض يستغني عن النظاره. فانا شرحت للمريض انه ما ممكن انت تستغني عن النظاره بشكل كامل, بس باعتبار هي العين امبليوبيك رح نقدر نشيل ماكسيموم من درجات الاستيغماتيزم, بس نعمل الكاتاركت بنحط لك عدسة توريك رح نقدر نشيل ماكسيموم الشيل ممكن بحوالي 4 أو 4.5 دايوبتر من الاستيغماتيزم اللي عندك. الفحوصات كانت بهالشكل, هي عملنا له IOL ماستر نفس الروتين. انا كنت كمان عملت له اي سكان للمريض بس لحتى اتاكد اكثر. عملنا القياسات على الباريت ترو كي فورمولا طبعا لانه مريض عنده مايوبيك بي ار كي بالهيستوري, وعملنا الكالكوليشن على السافيول لعدسة التوريك فكانت هي انه بلس 21 السيلندر باور 4.5 بهالشكل هذا. وانا اسف الفيديو يمكن حوالي دقيقه الخطا بالتصوير كان الفوكس مو كثير واضح. كمان تيمبورال سايد المين انسيجن كان بشكل روتيني, هي عدسه التوريك العاديه. طبعا حاولت قدر الامكان اني خفف الاستيغماتيزم عند هذا المريض, فانا عملت المين انسجن بالتيمبرال وعملت مقابلها المين انسجن, عملت بالدبل مين انسجن لحتى تساعدني اكثر انه الاستيغماتيزم يكون قدر الامكان قليل افتر سيرجري. بظن بيطلع باخر العمليه انا بعمل الانسجن بالجهه المقابله بنهايه العمليه. حطينا اللينز طبعا بنشوف عدسة التوريك هي اللي حطيناها يبين من شكل العدسة. العدسة كانت للأسف الفيديو مو واضح كتير. المين انسجن عملت هو بطريقة الدبل مين انسجن عادة تساعد بحوالي نص درجة بالاستيغماتيزم بالكورنيا. فهي العدسة اللي زرعناها اللوسيدس وهي كانت after surgery. هي كانت الدرجات المريض بعين اليمين before وهي كانت after. Very very good. المريض كان جدا جدا مبسوط. طبعا وصل لل 0.5 كان جدا مرتاح بهي العدسة. الحالة الثالثة هي حالة مريض عندي من زمان, مريض من حوالي 7 أو 8 سنوات هو مريضي, عمره حاليا 32 سنة. أنا عملت له PRK بالعينتين بسنة 2014, كان عنده درجات خفيفة المريض بحوالي أتذكر ماينس 1 سفير ماينس 1 أستيغماتيزم بهالحدود هاي كانت, وكل شيء كان عنده طبيعي. المريض راجعني أموره كانت كلها المراجعات الروتينية الطبيعية إلا يصير عنده حالات دراي آي فنعالجها حسب إذا عنده انزعاج أو لا. المريض فترة اختفى بعدين رجع لي المريض بأنه نظره صار ضعيف جدا, فأنا فحصته شفت عنده كاتركت, عملت له الأوتوريف كان طالع بهالطريقة هاي, وحكيت مع المريض شفت المريض شوي شخصيته متغيرة. حكيت قلت له بدي رقم والدك, أنا بعرف والده, ف
فحكيت مع والده حكى لي انه هو صار عنده حاله سايكو من حوالي سنتين او ثلاث سنوات وصار يتعالج عن طبيب نفسي وكان ياخذ ادويه كثير ويعني هيستوري عنده كانت شوي فيها كثير ادويه وهي فالكاتاركت ما كان يفسر عندي غير انه في ادويه هو بياخذها لحتى هي لانه لحتى بعد سنتين من عمليه البي ار كي او اكثر كان النظر 10 على 10 وما كان بيشكي من اي شيء. ف كان عنده هي اللي نحن بالفحوصات تبعنا كان عنده استيغماتيزم كان عنده كاتاركت. طبعا المريض حاليا وضعه مستقر من حوالي سنه حتى من الناحيه النفسيه هو طبيعي هو بيطلب دائما انه يكون بدون نظارات حتى من 8 سنوات لما اجاني قال اي شيء بتعمل لي اياه بس بدي يكون بدون نظاره. ف حكيت معه مع والده وبعد النقاش قررنا انه نستعمل عدسه اللوسيدس التوريك. طبعا معلوماته السابقه كانت عندي فكمان فادتنا بانه ناخذ قياس العدسه المطلوب مع اني حاولت اعمل له IOL ماستر باكثر من مكان لحتى اتاكد انه قياساتي كلها صحيحه. فعملت له هي الIOL ماستر وهي كانوا قريبين على بعض جدا فكنت شبه متاكد من القياسات. بعدين عملنا له على التوريك كالكوليتر. انا عمليه واحده من العمليات انا عارضها اللي زرعنا له التوريك لوسيدس. يعني هذا المنظر الكاتاركت اللي عنده. انا اجاني الريفراكشن تبع المريض قبل ما انا افحصه على سليت لام فانا شفت الريفراكشن فقلت هذا المريض صاير عنده كارثه بالعين صاير ماينس 6 وشو هذا اللي صار. انا بعرف عمره وبعرف الشخص وبعرف فبعد ما شفته على سليت لام تفسر عندي الريفراكشن اللي طلع انه هو ماينس 6 عم يعطي لانه كان عنده هالكاتاركت اللي بنشوفه بالفيديو. المشكلة ما في مشي الفيديو. عدسة التوريك لوسيدس. يعني هي الروتين فيكو بس الموضوع بعتقد دائما بهيك حالات بتكون الديسيجن والقرار اللي قبل الجراحه قياسات اللي بياخذها الواحد هي جاست روتين فيكو. يعني انت ما تحتاج اي شيء اكثر او اي شيء زايد عنها بس الموضوع بالقرار اللي هو الاوبشن اللي بتحطها للمريض. بس تاكدت هون من العدسه رح نشوف بعدين النتائج اللي كانت بعد السيرجري بعد الفيكو. هي كانت العين اليمين للمريض الريفراكشن بيفور بعد عدسة اللوسيدس التوريك. هي كان الريفراكشن عند المريض بعين اليمين. العين اليسار هذا كان الريفراكشن بيفور هذا كان الريفراكشن افتر. طبعا الـ VA كان تقريبا 0.9 و 10
الـ VA عند المريض جدا كان مرتاح، النتائج كانت جدا حلوة وعطتني ثقة أكبر بكتير بعدسة اللوسيدس. هي كانت بالآخر عملية أنا عملتها لهذا المريض. شكرا لحضراتكم. شكرا لك دكتور ديار، يعطيك ألف عافية. شكرا عن جد، يعني ثلاث حالات يعني interesting، يعني أنا استمتعت فيهم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور ديار. أعطيكم العافية أطبائنا، وأعطيكم العافية على البرزنتيشن اللي قدمتوها. فعلا ثلاث محاضرات، كل محاضرة كانت تأخذ زي سكوب أو لاين. يعني دكتورة سهير أخذت الجانب الفسيولوجي وكلينيكال ستادي على هيوج وهيستوري بيشنت وانتروداكشن كمان للوسيدس. الدكتور محمد أعطانا البرنسبل تبعت الأدوف وأصنافهم ومقارنتهم بالماركت، وكمان كيس ستادي. دكتور ديار استخدم التوريك، يعني فشملنا الموضوع كامل، يعني زي ما بيقولوا من ناحيه اللوسيدس ومتطلباتها. حقيقه بيجيني قاعد اسئله انا على الواتساب، وبيجيني كمان على الشات. لو نفتح باب الاسئله انا همرر السؤال للجميع. بس ولو بتحبوا فيه نبدا من طبيب طبيب، ولا جبنا بريحكم. يعني أنا أفضل أطرح السؤال والدكتور اللي عنده كومنت أو أي تعليق يقدر نحكم في الموضوع. أجاني سؤال من سوريا، طبيبة هي دكتورة أسماء، بتقول أطبائنا شو المقاسات اللي استخدمتوها من عدسة اللوسيدس؟ استخدمتوا أي موديل، 10.8 ولا 12.4؟ بالنسبة للإنجكتر، شو الإنجكتر اللي استخدمتوه؟ ابدا مع دكتور ديار او ابدا بالعكس المره؟ لانه لسه الموضوع لسه في بالنا. طيب بالنسبه للديامتر اللي استعملناه، هو انا استعملت النوعين. الديامتر اللي استعملتهم استعملت ال 10.8 وكمان ال 12.4. طبعا هذا بيعتمد على المايوبيك اي ومن الـ من الـ الـ شو اسمه النورمال اي. اذا تحت اعتقد كان تحت ال 16 او ال 17 كان هذا الرقم، فبناخذ نحن ال 17 ونص. تمام. تحت هذا الرقم ناخذ 12.4 او 12.4، واذا فوق هذا الرقم ناخذ نحن ال 10.8. تمام. دكتور محمد في عندك اي تعليق؟ يعني انا يعني اللي في مخي هو امتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. ان احنا بنقيس وايت وايت الوايت وايت على الاي او ماستر. اف اتس ليس ذان ذاتس واي واي دي 1 تو 4 از ان ماي هيد. اذا اقل من 12 و4 استخدم 1.108. اف الوايت وايت اكتر من 12.4 استخدم ال 1 تو 4. والسيم انجكشن كاتليت كان بي دان فور بوث اوف ذم. Actually, when they first introduced this, لما بحطوا فما كانش عندنا كارتليج، فكنت بحطها في الكارتليج بتاع الاي كيو بتاع الالكون العادي، وكانت ماشيه الدنيا، كانت ماشيه كويسه يعني، فلغايه ما جابوا لنا الكارتليج العادي. فهو بتخش من اي كارتليج ستاندرد، يعني ستاندرد كارتليج ات كان بي انجكتد سويت. فانا اظن ان هو مش المايوبيا، لان في شوفت مايوب الوايت وايت سمول، وان يعني هو اللنس هي على الكابسولر باج. فا اف اتس اكسبكتد اف دي وايت وايت تو وايت از بيج ذا كابسولر باج ويز بي بيجر. اولا يعني فكره كويسه. انا على فكره هي مبنيه من فكره عدسات البوشان لوب الاكريوس كمان. الاكريوس نفس الفكره، انه اذا كان مور ميوب بتكون بيجر، وإذا كان إيميتروب لهايبرميتروب بتكون الديامتر أقل. بس يعني هاي كنت ملاحظة كثير كويسة، شكراً لك. نتيجة الكونيال كيرفتشر، في ناس مايوبس نتيجة أن الكونيال كيرفتشر هو اللي هو اللي عمل ريفراكتيف مايوبيا. هذا دائما ممكن أن يكون أكتر أن بيمور مايوبيك. So I think white to white is a good. شكراً لك على يعني ملاحظة جميلة جدا. شكرا شكرا. طب أنا بسأل دكتورة سهير ودكتور طلال، القياسات ال 17 ونص وأقل موجود على 10.8 مثلا قياس 15 أو 14؟ لأنه عندنا متوفر، نحن بأربيل تحت ال 17
موجود 12.4، القياسات فوق ال 17 موجود 10.8. هلا احنا عندنا كيف الشركه موجود توفر عندنا من 5 ل 30 لكل المودلز، ان كان 10.8 او ان كان 12.4، بس بيست على الريكومنديشن وبيست على الاكسبيرينس في وطننا العربي انه هذا انه بيكون من 17 وطالع بنقدر نستخدم اللي هي 10.8، ومن اقل من هيك بنستخدم 12.4، بس هي موجوده. يعني هي بدي دائما انا احكي لك اياها اعتمادا على خبرتي. نعم اعتمادا على خبرتي في منطقتنا، هي الفيصل الوحيد اللي بلعب فيها الموضوع خبرة الطبيب. يعني مثلا انا في مثلا في عندي في الاردن بدانا ب 12.4، وبعد هيك شوي شوي الاطباء صاروا يقول لك انا بدي احول ال 10.8 كل البورات، يعني كل البورات صارت يقول لك انا بدي العدسه كبيره شفتها شوي فبدي احول من ال 10.8. في السعوديه وفي مصر لا، ذي انسيست مصرين على ال 12.4، بقول لك احنا مرتاحين معها الاطباء، بقول لك ما بدي، يعني مصرين عليها. في العراق لا ميكس، عاملين ميكس برضه ستوك ميكس. في الامارات برضه في لساتنا ميكس. فهي قلت لك هي بتعتمد على الطبيب شو يجرب والخبره تبعته، وبرضه الداتا اللي حكاني يا دكتور محمد يعني الانستراكشن كمان هاي تو كونسيدر. يعني اذا كان مور ذان 12، يعني 13 خلينا نقول بنستعمل ال 12.4، واذا كان ليس ذان 12 بنستعمل اللي من وايت تو وايت. بالضبط. أجاني كمان سؤال تاني أنا بخصوص هل أحد أطبائنا استخدم عدسة اللوسيدس لمريض زارع إشي قبل في العين الثاني، يعني مريض زارع له مونوفوكال أو ترايفوكال أو بي ام اي وحابب بده يزرع اللوسيدس، ففي حالات مرت معكم هيك ولا لا؟ دكتور محمد شايف أنا حكيت لمريض مونوفوكال وحطيت له عدسة الأذر آي لوسيدس فكان ساتسفايد المريض، يعني كان اكشوالي ما تضايق، يعني ما شكى، كان ما حكيت له عنها فهو وافق حيث انه ما يلبس نظاره. بس طبعا انا طبعا بشوف انه اللي بزرع بالتنتين الوضوح احسن من اللي بزرع لا ون اي. دكتور محمد تفضل. انا زرعت قديمه عدسه منفوق القديمه وزرعت لهم اليوسيدس اند ذي وير ساتسفايد، وما كانش عندهم مش عامل كده في المالتي فوكال لان يعني جلو الهالوس هيبقى مشاكل بالنسبه لي. العيان بيحس بالفرق، في اليوسيدس الفرق مش كبير، فالعيان يعني اي ديد لايك 2 3 بيشنتس الحقيقه الدنيا مشيت تمام. أنا بس الفكرة أنه في مرضى لاحظت لما عملت لهم عين حطيت لهم لوسيدس اللي هي الستاندر لوسيدس مش التوريك، فلما حطيت لهم العدسة لسه المريض مو مرتاح لحتى عملت له العين الثانية خاصة بالنير فيجن. بالنير فيجن شوف المريض غير مرتاح أبدا، يعني بيقول فيه تحسن ولكن مو هو اللي يحب يشوف. لا لما منسوي العين الثانية فالمريض بيكون ممتاز. فأنا لهيك كنت لحد الآن ما جربت أني أزرع عين مونوفوكال تكون أزرع للثانية لوسيدس، فقول حسب اللي شفته بالمرضى اللي عملت لهم عين والعين الثانية كان فيها كترك انه لا المريض مو مرتاح. فهي حضرتكم عم تقولوا انه مجربين ومش معك انا اقطعك، يعني انا برضو نفس الشيء صار مع اللي حكيتها، المريض متوقع انه يشوف افضل، يعني النير فيجن متوقع كثير احسن، بس بتلاقي الانترميديت كان سيء بس النير فيجن مش مثل ما يكون بالعينتين لاحظت للعيون اللي زرعت لهم، بس انه بكون مش كثير يعني بتوقع اللي العالي جدا يعني، بس هو كان شيء احسن من انه يلبس النظاره. لا اكثر العينين مايوبس، لو عين مايوب قبلها هو الصفر، عين مايوب قبلها لانه هو متعود على مسافه قرايه قريبه، فلما بتحط له يعني مسافه 40 سنتي لا مش متعود عليه لغايه ما تشرح له، يعني تجيب له ورقه وتشرح ازاي تحطها وازاي لما تزود الاضاءه يشوف احسن وهكذا. العين مايوبس العين الهايبرميتروب بيبقوا فيري ابريشيتنج حقيقه.
بس صح. العينين المغلوب هم اللي بي بي يا حبي وقت تمام. اجاني كمان سؤال بخصوص الانجكتر اللي استخدمناه، اتوقع انه جاوبنا على الانجكتر. دكتوره سوري، تستخدم انجكتر معين ولا لا؟ نفس من شركه لوسيدس الميديكال اعتقد. ميديسن زمان كنا نستعمل تعون الرينر الانجكتر تاع الرينر، بس هلا صارت الشركه يعني زودنا بنفس الانجكتر تاع عدسات اللوسيدس اللي هو الميديسن. تمام. دكتور ديار، في عندك اي ريكومنديشن للانجكتر، شيء بخصوص الانجكتر؟ لا، نحن كمان يعني قبل كنا ناخذ اي ستاندر انجكتر نستعمله للعدسات عنا بالعمليات، بس بعدين صار في عنا الانجكتر اللي بيجي مع اللوسيدس عم نستعمله جدا مريح صراحه. تمام. جاني سؤال، الفورمولا اللي استخدمتوها كاطباء على البيومتري، ايش الفورمولا اللي استخدمتوها؟ دكتور محمد ابدا معك انت اليوم. أنا عندي الستاندرز بتاعتي إن أنا يعني المايوبس باخد الهيجز 22.5 لو البيومتري بتاعته 22.5 21 even الاس ار كي تي الهوفر في الهاي هايبرمتروبس، بس الهيجز عندي كويسة. الريكومنديشن بتاعت الشركة الحقيقة يعني جربناها كذا مرة، بس كان في ديفرنس ولقيت ان انا لما بستخدم الهيجز وكده بتبقى حلوه بالنسبه لي. تمام. في المايوبس والاس ار كي 2 للميوب اس ار كي تي سوري تي ولا بتعمل مقارنه؟ يعني بعمل مقارنات بس كومبارشن، يعني بعمل مقارنات بس موصلي اللي بيطلع أزبط، لأن أنا لو بيطلع هو الهيجز في المايوبس والإس آر كي تي في الريجولر والهوفر في الـ في الهايبرو. حاليا الدكتور ديار مع الشركة أنه على البريت واليونيفرسال فورميولا يعني تطلع كمان عليها النتائج حلوة. يعني أنا آخر ثلاث مرضى اللي عرضتهم هو أنا عاملهم على البارت، يعني كانت شباب بالشركة كانوا يعملوها، بعت لهم الآي أو إل ويعملوا لي هي، فكانت نتائجهم مثل ما شفتوا جدا جدا جيدة. يعني أسأل كثير بارت والهيجز كمان مثل ما تمام كل واحد الكابسكس بتاعته مختلف عن الثاني. صح قلت لك الخبره كل واحد. اكيد كل واحد يعني، عشان كده بيبقى بيعملوا الكاستمايزد اي كونستنس والكلام ده. بس يعني بالنسبه لي انا على الكابسكس بتاعتي وعلى الباريت كان في ابتدينا في الاول وبعدين كان بيطلع ماينس 0.5 ماينس 0.25، فلما ابتديت على السيستم ده ابتدى يبقى احسن بالنسبه لي. تمام. اجانا كمان سؤال بخصوص البي سي او، هل ان العدسه هيدروفيليك، هل في حدا من اطبائنا لاحظ بي سي او؟ اتوقع دكتور محمد ذكر النقطه في محاضرته كمان، والدكتوره سهير كمان بتشتغل صار لها 3 سنين 2017، فاتوقع يكون عندها برضه نتائج، وبرضه الدكتور ديار. نبدا نسمع مع الدكتوره سهير هالمره. دكتوره سهير فضل. أنا مريض هو كان عنده بي سي، يعني عنده بستيريور بولر كتراك، زرعت له لوسيدس، كنت على أساس أن الشركة أنه كان دوت الياق بعد العملية، فزرعنا له العدسة وبعديها أعتقد بشهرين أو exactly مش متذكرة عملنا له ياج ليزر، كان satisfied البيشنت يعني كثير، الفيجن عنده improved وظل إنه النير فيجن عنده ما تأثر ولا الانترميديت ومريض تاني هذا البيكابي اللي كمان عملنا له ياج ليزر ما كانش في أي يعني تغيير عند المريض، بالعكس يعني 2 patients no more 2 patients.
دكتور محمد يعني ما بقدر اعطيك معلومات كافيه يعني. يعطيك العافيه. احنا ابتدينا من اول فبراير العدسات عندنا من اول فبراير لغايه دلوقتي لا ما فيش ولا حاله بس اتس هيدروفيليك ف يعني expected يعني can happen it can happen بس I didn't see any but it needs longer follow up actually. لا كان دوت أنا يعني على خبرة اثنين كان دوت ما المريض بالعكس رجع ما مبسوط وهابي. أنا أول عدسة درعتها بتذكر بال 2019 كانت وهو كان مهندس ولحد الآن أنا بيراجعني ولحد الآن ما عنده أي شيء بس إنه متوقع يعني مثل ما حكى الدكتور محمد إنه بالنهاية نحن أكيد نتوقع بأي مرحلة راح يصير بي سي أو. ما صار. هو دكتور يعني البي سي أو هو مزبوط بالنسبة للهيدروفيليك دائما بربطوها بالهيدروفيليك. فأعلى بكون بس بتخش أكثر كثير عوامل فيها منها الفسيولوجي تاعت العين الستيتس تاعت العين السكوير إيج الديزاين تاع العدسة في كثير يعني بس يعني إذا كانت العدسة نوعيتها كويسة والأرقام بتاعتها كويسة زي بقول وهذا بيشفع لها بخصوص إنها تكون هيدروفيليك مش هيدروفوبيك فزي بقولوا إشي على حساب إشي يعني هيكون صحيح تمام أجاني كمان آخر أظن آخر سؤال هذا طبقنا بخصوص موضوع السنترايزيشن إذا صار في إزاحة أو أي إشي على في العدسة داخل الكاب في أي مشاكل واجهتوها بهالمشكلة ولا فيها الفيكسيشن أمورها تمام ما في أي مشاكل أنا عندي حالة بس اللي كان في أوائل الحالات كانت العين كبيرة وحطينا 108 وكانت شوية العدسة كانت شوية يعني مش سنترد قوي في وضعها بس the patient didn't complain actually زي ما اتفقنا أنه هو الكابسوكسس ولو واحد عنده فهمته فيكو عشان يضبط البوزيشن بتاع الكابسوكسس والبوسايز بتاعها أظن السنتريشن ما يمش يبقى فيها مشكلة it's the proper measurement and the proper procedure تمام دكتور ديار في عندك أي كومنت أي تعليق بخصوص هاي الكيس ولا واجهت هاي التريكة؟ والله بكمية العدسات اللي زرعتها يعني أحلى شيء باللوسيدس من أول عدسة هو الهابتيك اللي بتحس أنت بس حطيته بالباك أنه خلص مسك الباك فورا فإذا ما في أي مشكلة سابقا عند المريض مثل أنا كنت خايف عند المريض اللي أول حالة عرضتها أنه عنده سابلوكسيد والزونيولز عنده مشكلة ما بتوقع عدسة مثل اللوسيدس أنه رح يصير فيها سابلوكسيد أو ديسنترد يعني صعب جدا تمام دكتورة سهير لا ما صار عندي بالعكس ما عمره صار عندي حالات ديسنتريشن يعني ما حصلت عندي معي جاتني هون كمان مسج على الواتساب انه انا مريض ومحتاج انه في مريض ومحتاج عامل عملية الزراعة القرنية ف مش واضح الخط يعني فهل بيقدر او عامل كيراتوكونس هل بقدر يزرع عدسة اللوسيدس ولا لا؟ أنا مريض عندي محمد السعدي شاب معلم هو بعاني من كيراتوكونس عيننا حطينا له رينج حتى دكتورة كانت معي وبعدين تركت المستشفى والعين الثانية كان أضباط كيراتوكونس فزرعنا له عدسة عملنا له بي كي بي المهم بعد سنة وشهرين البيجي كان لسه ستيتشز ما ريموفد ولا انستيتش كان عنده 0.7 ففجأة بيرجع لي بعد كان يراجعني كل شهرين فالبيجن عنده ديكريز ل 0.4 طلعت انه عنده سب كابسولر كتراكت فحكيت له يعني انه عنده كتراكت بعدين اضطرينا ريموف اول ذا ستيتشز واستنينا 3 اشهر نعمل له عشان يصير ستابلايزيشن عملنا له قياس على ال 700 مثلا IOL وردينا بعد شهر ثاني عشان اشوف الستابلايزيشن بعد بشهر رديت عملت له قياس للعدسه فكان عنده ستابلايزد الكورنيا فزرعنا له تريك لوسيدس
وهابي المريض كثير يعني الصحيح نير والدستانس فيجن يعني بس اعطينا يعني احتجنا نحط له نظارة على العينتين لانه كان الترك عنده ما غطى كومبليتلي فكان عارفه لاني الداتا ما شفت الداتا بس انه حطينا له كان ماينس 1.5 ترك استيغماتيزم. شكرا دكتوره سهير. دكتور محمد انا يعني طبعا انا مش شجاع زي دكتور سهير للدرجه دي كيف يعني الشجاع لا انا مو كثير شجاع بس مضطر شو بدك تعمل له للولد 28 سنه استاذ يعني طبعا مضطر اعمل ايش بدك تساعده نيرو ديستانس فيجن شاب يانج فيعني بالنسبه لي انا كانت اللوسيدس يعني ذا بيست وان اني اختارها فور ذيس بيشنت يعني يعني انا يعني طبعا لازم يكون البيرسوناليتي فوكال يعني بدك وانا رايي ان اليوسيتس بت يعني از فورجيفن مور فورجيفن للاستجماتيزم عن المالتي فوكال يعني في عينين اللي هي بتبقى ماينس 1.25 بيشنت ديد از نوت كومبلينينج يعني هي از ماينس 1.25 از نوت كومبلينينج يعني عكس المالتي فوكال مالتي فوكال لا اذا عالي شويه عكس عينين بيتضايقوا كتير بس أكيد هو يوم الثلاثة رح يراجعني مراجعته يعني كمان رح أشوفه روتيني بيجيني يعني لا he was so happy يعني دكتور ديار cannot make it تفضل دكتور محمد ما قدرش نطبقها على كل العينين يعني طبعا يعني بالنسبه لمثل الحالات اللي بتيجي هيك مريض عمره 25 سنه و30 سنه فالحقيقه انه هي السنه بشكل خاص بعد تجربه منيحه مع اللوسيدس صار اول خيار اول تشويس عندنا التوريك عندنا اللوسيدس ففيه هو الموضوع الديبث اوف فيجن كمان والتوريك فبيساعدنا قدر الامكان انه نخلص الشباب من موضوع طبعا يلبس النظاره بيساعد كثير بس دائما احتمال المشاكل بنحكي انه موجود ان كان في القياس ان كان بالعمليه نفسها دائما موجود ف بس اللوسيدس هو اعتقد الخيار الامثل لهم يعني هاي المشكله اذا رح تصير برايي رح تصير حتى بعدسه المونوفوكال اذا صارت مشكله اثناء العمليه صار اي كومبليكيشن فمو الموضوع باختيار العدسه اللي انت تاخذها كمان الاستجماتيزم دونت فورجيت يعني الاستجماتيزم لما يكون عالي عندك سته مهما تحط له البيشنت ما بيشوف منيح يعني بدك يعني كمان اللوسيدس انت اولا ترك بتغطي له الاستجماتيزم بتساعده على النير فيجن على الديستنس فيجن فيعني جود تشويس للمريض بحاله يعني ما عنديش انا كان اي تويس لواحد عمره 28 سنه يعني هذا الشاب اللي حطيت له مثل حالتك دكتوره انه الاستجماتيزم ما بيخلص عنده بالكامل ما بيغطي ضل عنده ماينس 2 استجماتيزم بس السفيريكال ايكويفالنت عنده صار ما يقارب الصفر فهو حتى بدون جلاسز هو مبسوط يعني صار عنده تحسن رهيب لانه السفيريكال ايكويفالنت عنده مريح عينه مريح الفيجن عنده يعطيكم العافية أطباءنا شكرا لوقتكم شكرا لجهودكم شكرا لتعاونكم عن جد أنا إلي الشرف أن أكون وسطكم اليوم ومعكم يعني شكرا كثير لوقتكم وجهودكم وتعاونكم في الختام شرفنا فيكم جميعا طبعا شرف إلنا يعني تعرفنا عليكم وحاضرنا معاكم وإن شاء الله كل استفدنا من بعض وفدنا ناس تانية يعني شكرا Thank you. يعطيكم العافية أطبائنا وفي الختام بحب أشكر الجميع وبحب أشكر كمان الوكالة إنها كان في الإمارات وكان في العراق لأنهم هم كانوا حلقة الوصل مع الأطباء يسعد يعطيكم العافية جميعا وشكرا لوقتكم ويسعد مساكم وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وأخرناكم يوم خميس آخر يوم ده تعب ده يعني زي بقوله كل آخر الشغل يكون في يوم الخميس شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية وباي باي
شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافية.